نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قافلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، ونحن نعيش في هذه الأيام من هذا الشهر العظيم المبارك، شهر الصيام، شهر القرآن، نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. نذكر بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له من الأجر كأجر الصائم لا ينقص من أجره شيء. فليتنافس المتنافسون وهم يدخلون السرور على بيوت المسلمين، على بيوت فقرائهم وأيتامهم وأراملهم. بهذا ينال الواحد منا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الأعمال كما بيّن عليه الصلاة والسلام إدخال السرور على المسلم. ومع السؤال 14 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل أسلم بعد حصار الطائف وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، أريد أن أرجع إلى قومي. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنهم قاتلوك. يا رسول الله، أريد أن أرجع إلى قومي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. فقال: يا رسول الله، إني أحب إليهم من أبكارهم، إني أحب إليهم من أبكارهم. فرجع إلى قومه، فلما أردف عليهم رموه بالنبال فقتلوه. فقال صلى الله عليه وسلم: مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه، مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. فمن هو؟ رضي الله عنه ورحمه الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول غيث الندى